فاكر؟ لا فاكر الحمد لله. يعني فاكر وانت في الاهلي؟ فاكر كل حاجه دلوقتي. لكن ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا كابتن؟ من يومين ثلاثه كده كنا في التمرين بنتمرن، كان محمود فتح الله كان لسه جاي معانا في يناير في اول الشهر ده يعني. فبنتمرن فانا مش عارف حاجه، فانا شوت كوره المفروض بنعمل تمرين شوت، فشوت الكوره ومفروض محمود فتح الله داخل ورايا فبيشوط، ما اعرفش ايه اللي حصل بعد كده بجد يعني. اغمى عليك؟ اغمى عليا، مش عارف الكوره جات لي فين، اتخبطت ازاي، وقعت امتى، فوقت امتى، مش عارف اي حاجه. يعني انت لحد دلوقتي مش عارف ايه اللي حصل؟ انا مش عارف اللي حصل بالظبط يعني، من اول ما اتخبطت او من قبل ما اتخبط مثلا. اتخبطت في دماغك؟ مش عارف اتخبطت فين بالظبط، ان هم بيقولوا لي ان انا اتخبطت في دماغي، ان انا بلف كده والكوره جايه بكل قوه فاتخبطت في وشي، فاغمى عليا وانا واقف، وقعت وانا واقف على دماغي على في, في, في الارض. فبعد كده اغمى عليا تقريبا 40 ثانيه او دقيقه، وبيقولوا لي يعني بعد كده ان انا فقت وان انا خرجت من الملعب، كنت عايز اكمل تمرين تاني وانا مش فاكر اي حاجه طبعا من اللي بيحصل ده كله. مش فاكر حاجه من ده خالص. وبيقولوا لي برضو ان انا خرجت يعني انت كملت التمرين؟ لا ما كملتش التمرين، هم الدكتور كان رفض ان انا اكمل التمرين. فخرجت ورحت غيرت اللبسي وخدت كده. خرجت على رجليك عادي؟ عادي جدا، هم بيقولوا لي كده. ورحت طلعت اوضه اللبس، اللي كان العم صبري اللي هو العامل بتاع اوضه اللبس، فبيقول لي عم صبري احكي لي انا عملت ايه بعد ما خرجت، انا مش فاكر حاجه. قال انت خرجت قعدت تبرق لي. قلت له بعدين، قال لي انا خفت منك. قلت له ليه يا عم صبري؟ قال لي عم تبرق لي ورايح جاي في الاوضه في اوضه اللبس مش عارف تعمل حاجه ومش عايز تاخد دش، وكل شويه تقعد وتقوم وتتحرك في الاوضه. قلت له مش فاكر اي حاجه يا عم صبري خالص بصراحه. بس ومش فاكر اصلا انا خدت دوش ازاي، وان انا لبست لبس ازاي، وان انا رحت، ما انا ما فوقتش وبدات استوعب غير وانا في يعني في جزء في جزء شغال في المخ وفي جزء مش شغال. انا مخ النص ساعه دي بالظبط ان انا مش فاكر منها اي حاجه لحد دلوقتي. وبعدين بس رحت المستشفى، فالدكتور عملت اشعه. رحت على رجليك لوحدك؟ على رجلي. مع الناس، وحتى اللعيبه كلها شافتني وانا خارج من الملعب، ما حدش جاي المستشفى، ان هم فكروا ان انا روحت البيت، كان ما رحتش المستشفى. ان انا خارج على رجلي وماشي يعني. فالدكتور كشف عليا وعملت اشعه، الحمد لله المخ طلع سليم، كان في ارتجاج في المخ وفقدان مؤقت للذاكره يعني. لا هما ازاي بقى فهموا انه في فقدان مؤقت للذاكره؟ ان انا ما كنتش فاكر حاجه، ان انا في 48 ساعه بالخبط مش فاكرهم بعد الخبط بالظبط. 48 ساعه؟ 48 ساعه. كان عندنا تقريبا يعني مش فاكر حاجه. ايه يعني فاكر؟ مش فاكر الاحداث اللي حصلت. انما فاكر كل حاجه فيما عدا الواقعه دي بالظبط، لان بعد كده افتكرت كل حاجه بالليل يعني. يعني لا قبل بالليل يعني، وانت في المستشفى كنت مش فاكر حاجه؟ مش فاكر ان محمود فتح الله جه النادي اصلا يعني. انا محمود فتح الله جه معايا النادي اول شهر، وانا كنت بكلمه كتير، وكنت بكلم مع الكابتن عارف ان انا صاحبه، فكنت يعني بكلمه ان هو يجي النادي، فانا يعني مش فاكر ان هو جه النادي اصلا. قلت له بيقولوا لي محمود فتح الله خبط. قلت له هو جه امتى؟ جه ازاي؟ والله. طب وهو قاعد فين؟ هو قاعد جنبك. هو قاعد جنبي في على الكرسي يعني، في كراسي جنب بعض، فانا قاعد جنبه في الدرب اللي احنا بنغير فيه اللبس. قلت له هو جه امتى يا جماعه؟ يعني انت فاكر ان في لعيب اسمه أيوة محمود فتح الله؟ بس مش عارف جه النادي امتى يعني. انا مش فاكر جه النادي امتى وجه ازاي وامتى، ان انا فاكر ان هو مش موجود معانا. طيب انما فاكر مراتك؟ طبعا. حد ينسى؟ معرفش بقى. طبعا. ايه تاني ما كنتش فاكره كويس؟ كنتش فاكر كان في ماتش قبلها بيوم، ما كنتش فاكره خالص، ماتش الرجاء، ان احنا سافرنا اسكندريه وخسرنا وانا لعبت، ومش فاكر اي حاجه من الماتش، ان احنا لعبنا امتى، طب خسرنا ازاي، وما كنتش فاكر يعني ناسي مثلا شهر فات؟ لا هما اليومين. لا ما هو محمود فتح الله جه من انا مش فاكر بقى. لا في دماغي مش فاكره ان هو جه النادي خالص. ما انا بقول لك يعني انت في احداث وقعت من شهر مثلا ولا من شهرين؟ لا تقريبا من اول يعني القريبه جدا اللي هي لسه ما ثبتتش في دماغي. انا تقريبا ما كنتش متخيل ان هو هيجي النادي مثلا. يمكن او مش عايزه يجي النادي يمكن.